من ناحية أخرى، بدأت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى مباشرة أعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي سوف تجرى صباح الأحد القادم. تابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية أيضا في المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية ومتابعة عملية التسكين. وقد أشادت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز المعاون وتوفيرهم لجميع وسائل الراحة التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني.